بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا وقبتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مدربنا الكبير وضيفنا الكريم الدكتور محمد العامري، أخي مدير إدارة التدريب، زملائي والزميلات الكرام المتحقين بهذا البرنامج التدريبي النوعي في إعداد وتصميم وبناء الحقائب التدريبية، أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل هذا العمل مباركا موفقا مسددا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا البرنامج النوعي الذي تقدم لنا إدارة التدريب في سلسلة البرامج التدريبية المميزة التي تقدم للمشرفين والمشرفات. وكنت في نقاش قبل صلاة العصر مع الدكتور محمد أن المشرف التربوي بحاجة إلى شيئين هامين، وهما ما يتعلق بمهارة التدريب تحت برنامج إعداد المدرب المحترف، والأمر الآخر تصميم وبناء الحقائب التدريب. وإدارة التدريب في منطقة الباحث قيادة الأستاذ حسين وزملائي الكرام خطوا خطوات كبيرة في برنامج إعداد المدرب المحترف من العام الماضي، أكثر من برنامج إلى هذا العام نفذ، تقريبا وصلوا إلى نسبة 90% وأكثر في تدريب المشرفين والمشرفات في مهارات إعداد المدرب المحترف، وسيواصلون في هذا المجال بإذن الله. هذا البرنامج بناء تصميم الحقائب التدريبية هو الأول الذي يقدم، وهو الذي نحتاجه جميعا في معرفة الاحتياجات التدريبية، في كيفية صياغة الحقائب التدريبية وبناء الحقائب التدريبية، لنصل من خلالها إلى الهدف الذي رسمناه في برامجنا التدريبية مع قادة المدارس، مع المعلمين، مع كافة الشرائح التي نستهدفها ببرامجنا التدريبية. ثقتنا كبيرة في هذا البرنامج وبقيادة المدرب الدكتور محمد العامري، الذي نرحب به أجمل ترحيب باسم المدير العام وباسم منسوب الإدارة العامة للتعليم في منطقة الباحة، وبإثراء كبير جدا من الزملاء والزميلات في هذا البرنامج أن نصل إلى الهدف الذي رسم من أجله هذا البرنامج وخطط من أجله من قبل الزملاء في إدارة التدريب. شكري وتقديري لزملائي في إدارة التدريب حسين زملائي الكرام، وأيضا الزميلات في إدارة التدريب البنات على الجهد الذي بذل لإعداد هذا البرنامج وإخراجه بهذه الصورة، لتكون بيئة رائعة جدا للانطلاق من خلالها إلى الدخول في هذا البرنامج الدكتور محمد لمدة 3 أيام بإذن الله تعالى. شكرا لكم على التحاقكم بهذا البرنامج وما تقدمونه، ودعواتي لكم بالتوفيق والسداد. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على تقديم وتأدية هذا العمل وغيره من الأعمال على الوجه الذي يرضي ربنا سبحانه وتعالى ويحقق الهدف. وندعو الدكتور محمد للبداية.